أعتقد بأنه ثمة احتمال، لا يزال الظواهري لم يظهر. نحن معتادين على الظواهري عادة في السنوات الماضية أن يظهر بشكل مكثف، كان في بعض السنوات كان يظهر أكثر من 10 أو 15 شريط، أحيانا مسجل وأحيانا مصور، وبالتالي غياب الظواهري قد يكون بسبب تفشي وباء كورونا، وقد يكون مثلا قد لقيحته، خصوصا أنه يعاني من أمراض مزمنة وهو في العقد السادس، وبالتالي هذا قد يكون حاضر، وإن كان يبدو أنه احتمال بعيد لصعوبة إخفاء خبر مثل مقتل الظواهري، لأن نعلم أن الفروع الإقليمية للتنظيم سوف تدخل في حالة من التمرد، وبالتالي النزاع على من يرث الظواهري. لكن نعلم أن هناك ظرف آخر، أن الظواهري في المنطقة التي من المتوقع أنه يوجد فيها بين أفغانستان وباكستان لا يوجد هناك تفشي كبير للمرض، لكن هناك صعوبة كبيرة في التحرك، خصوصا بعد إبرام الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق سلام مع حركة طالبان، ومن ضمنها التخلص من تنظيم القاعدة. أعتقد أن تنظيم القاعدة في حال أصيب الظواهري فيروس كورونا أو وفاته، فإن التنظيم سيدخل في حالة من النزاع والتفكك، وبالتالي لن يكون هناك وجود لتنظيم مركزي كما كان في إبان حقبة بن لادن. لذلك التنظيم مصيره النزاع والتشتت والتفكك. باعتقادي بأن حالة تنظيم القاعدة حالة في أسوأ حالاتها، يعني أصبحت هذه المنظمة التي كانت تتمتع بهيكلية قوية وترابط تنظيمي وهيكلي إبان حقبة بن لادن، أعتقد مع إبان حقبة الظواهري أصبح التنظيم يعاني من حالة من التردي والتفكك والانحدار، هو في مسير من الانحدار الدائم، لا يوجد هناك أي نشاط دولي للتنظيم إذا تابعنا هذا التنظيم، وبالتالي تحول إلى مجموعات محلية متنازعة عادة، وبالتالي لا يوجد هناك قوة للتنظيم. شاهدنا حتى بعد مقتل الرجل الثالث في التنظيم أبو بصير ناصر لوحيشي زعيم قاتل اليمن، لم نرى أن هناك أي ردة فعل من قبل الظواهري والتنظيم المركزي، وبالتالي يبدو الظواهري ويبدو التنظيم القاعدة المركزي في حالة من التلاشي والتفكك، وهناك نزاعات بين هذه الفروع نفسها، وهي بفعل الضغوط يبدو أن هناك صعوبات كبيرة بالتواصل، يعني لا نجد هناك أي قبول عندما تعين قاعدة سيد عرب باطر في قائدا للتنظيم خلفا لأبو هريرة قاسم الريمي، لا نجد هناك أي حتى ردة فعل من قبل القيادة العامة، وبالتالي أعتقد أن القاعدة بقيادة الظواهري أصبح في حالة من الانحدار الدائم، وهناك صعوبة في التواصل، وهناك نزاعات مستمرة.